واني ذال ياصل لسمع ابوي شيء من الربع ولا من غير، لكن الحمد لله هذه ان ابوي له 8 سنين برا المملكه ما يدق على غير انا ولا عماني، وعماني انا موصيهم ما يعلمونه بشيء في البرامج ذي، لان برامج ذي وكلت لي السم الماحد، قال لي اللي جرى يجيل علي الحق. تعرف اللي مجنب عن الاوادم ما يخلى يا ولد، قالوا عني هروج تعبان نفسيا والله، ولفقوا لي عني علوم وحطوا وطوا في وسووا، وانا قدام ادخل مع بنيت والكلام ذاني كل ابوه ما خل، يا ولد ما خلوني، جمعوا بمسكوا بي جاده وهربدوني فيها. هم اليوم اللي دخلت معاهن ما سلمت لا في الاولى ولا في الثانيه، لكن حنا وانت خابر وبها جدري واحمد وخالد حنا اما شعبنا اما شعبنا الجمل يا رجال للضمير الصدوق الصدوق، ولا عقلناه واختامح على غاربه، لكن نجي ونطش هروج ما لها سنع لا لها قياد لا لها راس ولا ذنب. يا رجال اتق والله اتق والله اللي اتق والله ماني انا يا احمد، كلام قلته الحين علي الطلاق انه ما يقوله واحد اتق 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 الله في بناتي اظن تسامر وجيهم يا اله يا ولد ما انت ما مكلوف في خلقه عاد قلت اتق الله في وش في وش اتق الله في هرج قلت تقولوا لا هرج يا بشر كنا مرضي الله مرضي رسوله مرضي شيباني يا رب صلوا صلوا على النبي يا احمد يا عصيمي الله يمسيك صبحك الله بالخير انت يا عصيمي قلت كلام وهذا رايك وانا احترمك واحترم هذا راي ورجال كل رجال مسلم في غيريه على مجتمع ودينه ومبدا هذا راي كلام كل رجال لا لا انت رخصتها لكن يا نايم من الكلام اللي يا نايم يا حبيبي انت رخصتها حبيبي الرهن رخيص اوي ارقيس ولد عباس هذا الصدق ولا تحامي عنها انت ما حامي عنها والله انا انت ما خليت ولا بني انت جمعت انت يعني اني صادق كانت تخاف وتستحيها ما خفت ابشر احمد ابشرك اني ما علي من اطلق شنب لا في البرنامج ولا برا البرنامج ما علي من اطلق شنب كلمة الحق بقولها والله انت تدري بيصل عني بيصل عني بيصل عني قل له يلا قل له يلا بتكلم بتكلم بهاج بهاج صل عني بيصل عني بتكلم 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 يلعن ابوك رفيقنا تعبان نفسي تعبان يا رجال لا لا على الخوف من ربي هو الخوف من ربي هو التعب الخوف من ربي هو التعب اما اني حامي احمد احمد انا احمد 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 انت فهمني فهمني انا ما زعلت على كلمه اني انت انا تقول انا اتكلم فيه اي انا زعلت انا كلامي غلط يا نايف انت ليمتهن الكلام ما هو إيه بالله خطأ انك قلته اي بالله بريمهم يا ولد تدري ان في صحابيه ماتت يوم منها ماتت في الوصية كاتبة تكفون إذا غسلوني لا يبين شيء في جسمي لا يبين شيء وهي ميتة أما بالك الجار الموجودين اللي مطلع جسمها تكفون أحمد الدبل أحمد علي الطلاق إني أحمد ماشر يا ولد علي الطلاق إني معك وعلى ساقتك ماري مسلم ما يقام يا جلاد دافع ما تحاميت أنا هوي ها تقول مرخصها وتكلم فيهم وأنا أخذ ما يقال الكلام ذا أحمد أحمد يا ربع صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي انا مثل كلام بهاج احمد وجهه نظر هذه وكلنا نحترمها وبالعكس هذا صح كلنا معك صح لكن نايف موضوعه غير نايف نايف جاي من اقصاه نايف انا ودي اقول كلمه من قدام العالم هذا وهذا شيء معروف تراك انت اللي بتقدم عليه خطوه تراها كبيره ما هي صغيره يا رجال البنت هووي البنت بالمكياج وتشد برطمها هي بتاخذ صدق والله ترى نايف يكون بعلمك صاحي يكون بعلمك والله يلعن يكون ويتكلم 500 واحد هووية هريط زريط علي الطلاق ما تعاين فيه يا ولد انا لو ادعمها بس ادعي اضافتي انا ولد عبا صل صل يا ولد يا احمد 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 صفاف العلوم لا تنجل نايف ترى الكلام هذا دقاق العلوم بس لا تنجل نايف 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 ترى بعض الكلام واقعي ترى فعلا لا يمكن انت يا ناس يا ناس الحين علي الطلاق اني معكم بكره عيالي اسمع اسمع خالد خالد علي الطلاق اني معكم في كل شيقت من ذمكم ذمه اني معكم لكن يا رجال ترى ما نهرج العلوم ذي اقسم بالله نحس في خاطر نوبه ترى يقولون اسمه كلمة الحق عدها لكن والله نوب ما يجرح غير كلمة الحق لازم اذا كان الحق اذا كان مثلا احمد اللي يجرح اذا اللي يجرح الدين الا والله معد صل صل على محمد الا والله معد ما حد ما حد جاهل في الدين كل ابونا خابري لكن اقسم بالله ان خطرهم ما هو في داعي ان نجرحها ونمشي وانا اخوك
لا لا جعله والله ما ترضى جعله والله ما ترضى ما علي منها انا انا ادرجك عنها انت تداري خطرها اقول خطرهن خطرهن جعلهم ما يرضون لا اولهم ولا اخرهم انت تداري خطرهم انا شفت كل ما تقول كلمه انا رد عليك على الرسول الرسول الله يسلم عليه اسمع اسمع الرسول الله يسلم عليه لقاله ناس متليمين عندنا خشية على مشاعرهم ما قال يا اهل النار قال يا اهل الضوء يا اهل الضوء يا اهل الضوء شفت خشية على مشاعرهم انت